بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لبرايمري 6. كنا اتكلمنا مع بعض في الفيديوز اللي فاتت على اول جزء في ليسون 1 وهو الماس، وطبعا شرحنا الماس بالتفصيل، ولكن انا هقف عند جزء معين وهو كلمه فيكسد فاليو اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الماس. احنا لما اتكلمنا عن الماس اتكلمنا على فكرة ان the mass has fixed value، ان الماس ده ليه fixed value. ومن هنا انا هبتدي اروح للويت، وهاخد بالي ان من المعلومات المهمة جدا في الويت ان the weight is not fixed value. الويت ايه؟ مش fixed value. ومن هنا نبتدي الشرح الجديد للجزء التاني من الدرس وهو weight. ايه معنى كلمة weight؟ معنى كلمة ويت هي فكرة ان الاجسام تتشد للارض. هقول تاني، الويت مختلف تماما عن الماس. احنا قلنا يعني ايه ماس يا مستر؟ ان الماس دي لو انت معاك اي اوبجكت، فالاوبجكت ده بيتكون من ماتر. The amount of matter in this object is called mass. لو انا معايا حاجة بلاستيك، فـ amount of plastic in this object is called mass. بيتسمى ايه؟ mass. انما تخيل معايا لو انا سبت الحاجة دي من ايديا، لو انا سبت الحاجة دي من ايديا هتقع. هتقع في انهي اتجاه؟ هتقع في اتجاه الداونورد ناحية الارث، ناحية الأرض. فكرة بقى إن الأشياء تتشد للأرض اسمها ويت. هقول تاني، أنت معاك حاجة، فالحاجة دي ليها ماس. لو سبت الحاجة دي، الحاجة دي هتقع على الأرض، فالقوة اللي شدت الحاجة اللي في إيدك دي للأرض اسمها ويت. معنى الكلام ده إيه؟ إن الويت is a force. The weight is a force. الويت عبارة عن قوة. Attract objects to the earth، بتشد الأوبجكتس للأرض. يبقى أنا عندي الجزء الثاني من الدرس اسمه ويت، والويت عبارة عن فورس. الفورس دي بتعمل إيه يا مستر؟ بتعمل attract للأوبجكتس toward the center of the earth، بتشد الأشياء للأرث. وعندي definition للويت، it is a force by which، هي القوة اللي بيها the body is attracted to the earth. واحنا هنفهم الويت اكتر لما نفكر فيه. انا عندي فرق بين الماس اوف بوك، الماس اوف بوك يعني عدد الورق اللي جوه وكتلة الورق اللي جوه وكميته والكتلة او الماس بتاعته، اللي هي amount of paper، يعني كمية البيبر اللي جواه. فالكتاب فيه كمية ورق، كمية الورق دي مثلا 1 كيلو جرام. انما الكتاب ده لما انا بحطه، البوك ده لما بحطه على تيبل، this table attract the book. البوك بيبقى ايه؟ بيبقى مشدود للتيبل. او لو حطيت الكتاب ده على الارض، الكتاب ده بيتشد للارض بقوة معينة، فالقوة اللي بتشد الكتاب ده اسمها ويت. فهمت كده الفكرة؟ يبقى في فرق بين الماس، الماس ده amount of matter، كمية الورق اللي جوه. انما الويت هي القوة اللي بتشده. انت شخصيا، انت كإنسان او انت كإنسانة، احنا اجسامنا ليها ماس، اللي هي ايه الماس بتاعتنا؟ كمية الايه؟ العظم اللي فينا، وكمية اللحم اللي فينا، وكمية الاشياء اللي جوه جسمنا، دي الماس بتاعتنا. انما انا مشدود للأرض بقوة، فأنا مشدود للأرض بحاجة اسمها ويت، بحاجة اسمها إيه؟ ويت. وتاخد بالك قوي من الموضوع ده لو أنت اتفرجت على الحاجات بتاعة الفضاء. تلاقي مثلا الشخص اللي بيطلع الفضاء بتلاقيه خفيف قوي كده وطاير، ويقعد يتقلب كده ويقعد يتقلب كده في الجو. ليه؟ لأن هو الفورس that attract him، القوة اللي بتشده is very weak، القوة اللي بتشده قليلة جدا وضعيفة جدا. انما الشخص ده لما يرجع على الارض تاني
بيرجع يمشي على الارض عادي، ولا بيمشي على الارض برضه بيقعد يطير كده في الارض؟ ما هو رائد الفضاء ده مش بيقعد يطير كده طول حياته. يعني انت متخيل ان رائد الفضاء ده لما بيروح بيتهم بقى في البيت بيقعد يطير كده جوه البيت؟ لا، هو بيمشي عادي زي البشر عادي خالص، بيمشي عادي. انما هو لما بيروح المون او لما بيروح بره الارض بتلاقي ان القوه اللي بتشده للارض قوه قليله جدا، وبالتالي مقصود بكلمه فورس او القوه دي هي دي الويت. يبقى the weight it is the force by which القوة اللي بيها body is attracted to the earth. وممكن يكون ليها definition تاني عشان لو جالك في الامتحان تبقى فاهم الاتنين. it is the gravitational force acting on body's mass. دي عبارة عن gravitational force، قوة الجاذبية. لان في حاجة اسمها gravity. كان في عالم كبير جدا، العالم ده اسمه نيوتن. نيوتن ده كان في يوم من الايام قاعد تحت شجرة وقاعد مبسوط، وبعدين وقعت فوق دماغه تفاحة. كان قاعد تحت شجرة تفاح ووقعت فوق دماغه ايه؟ تفاحة. فهو طبعا اي انسان طبيعي يعني هيقوم ماسك التفاحة واكلها، يا سلام تفاحة حلوة، ويقعد ياكل وينام بعد كده. لا، نيوتن ما عملش كده. نيوتن عمل ايه؟ نيوتن قام ماسك موضوع التفاحة ده وقعد يفكر، يقول لك ايه؟ هي شمعنا التفاحة دي نزلت فوق دماغي وشمعنا نزلت لتحت؟ ليه لما استوت ما طلعتش لفوق؟ ليه ما مشيتش ناحية اليمين؟ ليه نزلت على طول للأرض في اتجاه الأرض؟ وبدأ ان هو يفكر في حاجة اسمها جرافيتي، الجاذبية. وبدأ يقول لك بص، اي شيء انت هترميه على كوكب الارض هيبتدي ان هو اي حاجة هتقع او هترمي من كوكب الارض هيبتدي ان هو يشدها ويبتدي ان هو يحاول يجذبها للارض. ومن هنا بدأ فكرة الجاذبية، وبدأ ليها حسابات كتير وبدأ ليها كالكوليشنز كتير، بس من هنا بدأت فكرة الويت. طبعا احنا شرحنا كتير قوي في موضوع الويت ده، تعالوا بقى نبتدي بقى نتكلم على الويت بمفهوم الايه البروبرتيز. يعني ايه صفات الويت؟ انت يا مستر لما جيت حضرتك تشرح لي الماس قلت لي ان في مجموعه من الصفات في الماس، ان الماس هاز فيكسد فاليو، ان الماس دازنت تشينج فروم وان بليس تو انذر، ان اول ماتر هاز ماس. ايه هي البروبرتيز بقى اوف ويت؟ هرجع اقولك تاني، خليك فاكر ان الويت عباره عن جاذبيه، عباره عن اتراكشن فورس، the force by which body is attracted to the earth. الفورس اللي بيها الاوبجكت بيتشد للارض، وبالتالي هيكون عندنا مجموعه من البروبرتيز مختلفه. طيب اول بروبرتي عندنا هي is a force that always show the effect toward the center of the earth. مقصود بالكلام ده ان the weight is always attract objects to the center of the earth. دايما الويت بيشد الاجسام للcenter of earth. انت عارف دايما ان الارث دي عبارة عن كورة او شكلها شبه الكورة، ماشي؟ فانا لو جيت هنا وجيت تخيلت ان دي ان مثلا ان ده كوكب الارض. هي الارض على فكرة بالشكل ده، يعني لو انت عاوز تفهمها اكتر بحاول ان انا اتقلها لك شوية. طيب عموما انا اتمنى تكونوا شايفين الشكل ده، يعني الارض بالشكل ده اللي هو بالشكل الايه الدايره ده. طيب احنا ممكن نرسمها. طيب انا هرسمها لكم. الارض بتكون بالشكل ده. لا طبعا دي مش ارض خالص دي. طيب الارض بتكون بالشكل ده، يعني عشان بس انا برسم بالماوس. فالارض شكلها زي الكوره كده. النقطه اللي في النص دي اسمها سنتر. ولو في شخص عايش هنا، ماشي، فالشخص ده هو موجود في النورث في الشمال. القوه اللي بتشد الشخص ده دايما لاسفل، دايما داونورد تو ذا سنتر اوف ذا ايرث. بمعنى ان لو في شخص تاني، الشخص التاني ده
عايش في حته تانية خالص على كوكب الارض. فالشخص ده هو كمان هيبقى مشدود لايه؟ للسنتر، صح ولا لا؟ ولو في شخص تاني عايش هنا بس دماغه كبيره شويه الشخص ده دماغه كبيره خالص يعني، هو كمان هيكون مشدود ايه؟ towards the center of the earth. ولو في واحد مثلا عايش هنا، خلي بقى دماغه كبيره قوي ماشي، الشخص ده عايش دماغه اكبر من الارض على فكره، الشخص ده لو عايش هنا هو كمان هيكون مشدود to the center of the earth. المقصود يا شباب ان الجرافيتي او القوه بتاعه كوكب الارض attract all objects to its center، ده السنتر خلاص، ده الايه، ده السنتر اوف ذا ايرث، ده المركز. والسنتر ده يبقى الاوبجكتس دي اتراكت، او السنتر ده اتراكت اول اوبجكتس تو سنتر اوف ذا ايرث، يعني بتشد كل الاجسام للايه، السنتر اوف ذا ايرث. كل الناس دي احنا على كوكب الارض، انا مشدود، احنا عايشين في مصر مثلا فانا مشدود للارض، اللي عايش في جنوب افريقيا تحت خالص او اللي عايش في الناحيه الثانيه من الكره الارضيه هو كمان مشدود للارض، وبالتالي كلنا على نفس الكوره. كل انت متخيلها لو انت جايب كوره مثلا، كوره عاديه خالص، فوتبول مثلا عاديه، وانت متخيلها ان هي دي الارض، فكل البشر عايشين عليها، فكلهم attracted to the center of the earth، كلهم مشدودين للايه، كلهم مشدودين للارض. يبقى اول معلومه عندي ان weight is a force that show، اللي دايما بتوريني the effect towards the center of the earth. وتاني معلومة بقى، وهي المعلومة المهمة، ان weight of an object is a not fixed value، is not fixed value، وبتكون variable. لو تفتكر الماس، الماس كان كان fixed value constant، كان fixed value ايه، we constant. يبقى الweight is a not fixed value، الweight مش قيمة ثابتة، بالعكس دي variable and differs، وبتختلف from one place to another حتى على كوكب الأرض. يعني أو خلينا الأول نشرحها، لو على المون، أنا لو على كوكب الأرض فأنا وزني مثلا 80 كيلو مثلا، فأنا ما عادي لو رحت المون هبقى 80 كيلو برضو، مش هبقى، مش هتخن يعني، أنا لو رحت المون مش هبقى إنسان عملاق، لا أنا هفضل إنسان زي ما أنا بنفس الماس بتاعتي. بس إيه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير the force by which I attracted the earth، الفورس اللي أنا بتشد بيها للأرض. والفورس دي على كوكب الأرض ليها قيمة، ولو طلعت المون ليها قيمة تانية خالص. في المون، على المون بتبقى قليلة جدا، فهلاقي نفسي بطير على المون، إنما أنا على الأرض مشدود، فالويت على كوكب الأرض مختلف عن الويت على كوكب تاني أو على المون. فبالتالي احنا بنقول weight is not fixed value، the weight has variable value and it change from one place to another، وبتتغير القوة دي او بتتغير الحكاية دي من مكان للتاني. طيب measuring unit of weight، احنا كده فهمنا يعني ايه weight، ان هو force by which body is attracted to the earth، واتكلمنا عن الweight، عن ال properties of weight اللي هي ان الweight ده directed to the center of the earth و is not fixed value. تعال نتكلم على measuring units of weight. انت يا مستر لما جيت شرحت لنا الماس قلت لي ان في measuring unit of mass في جرام وكيلو جرام وطن. هل الويت يا مستر ليه unit؟ هل القوة اللي بتتشد بيها الحاجة دي للأرض ليها unit؟ ليها unit، وليها unit اسمها نيوتن. اسمها ايه؟ نيوتن. بتتكتب ازاي نيوتن؟ نيوتن، نيوتن. نيوتن ده ايه؟ مين نيوتن ده؟ نيوتن ده الراجل اللي احنا حكينا عنه، الساينتست اللي كان قاعد ووقعت فوق دماغه تفاحه وهكذا. هو لما اخترع الجاذبيه او لما اكتشف الجاذبيه يعني، وقام قايل والله في حاجه اسمها جرافيتي وفي حاجه اسمها ويت، وانا هسمي اليونت بتاعه الويت على اسمي، هسميها نيوتن. كان زمان اللي بيخترع حاجه بيسميها على اسمه، يعني في مثلا يونت بتاعه التمبريتشر، الحراره مثلا سليزيوس، فكان في شخص اسمه سليزيوس، نيوتن سماها نيوتن. مثلا في يونت بتاعت البريشر اسمها باسكال، فكان في واحد اسمه باسكال. انا مثلا لو اخترعت يونت اسميها مستر احمد، يعني او انت مثلا اسمك فريده فتسمي اليونت فريده، يعني مثلا دي 100 فريده وهكذا. فطبعا ايه، كل واحد كان زمان بيسمي اليونت على اسمه، او يعني اغلب اليونت كان بيسموه على اسمه. طيب
ذا نيوتن. ايه هو النيوتن؟ فاكرين لما انا كنت بشرح لكم الجرام وقلت لك ان الجرام ده بيبقى قد البيبر كليب، وان الكيلو جرام قد ال1 لتر اوف ديزل دوتر، وان التون ده الهيفي ماسس. طيب الجرام لو انت جبت 100 جرام فال100 جرام قد النيوتن. يعني انت عشان بس تبقى في المسائل فاهم الفكره، 1 نيوتن ايكوال 100 جرام. وبتيجي كتير جدا جدا كومبليت يقول لي a newton almost equal the weight of an object whose mass equal a 100 جرام. يبقى خليك فاكر دايما ان ان ال1 نيوتن ايكوال 100 اي ايكوال 100 جرام. يبقى ال1 نيوتن ايكوال 100 اي 100 جرام. ده بالنسبه لليونت بتاعه الويت. الويت احنا قلنا هنحسبه بالنيوتن، والنيوتن ايكوال 100 جرام. طيب احنا يا مستر ايه الديفايس اللي ممكن نحسب بيه الويت؟ انا دلوقتي معايا اوبجكت، كتاب او اي حاجه. الاوبجكت ده انا عاوز احسب له الويت. لما انا كنت بحسب الماس بروح احطه على البالانس، بالانس سكيل بقى، توبان بالانس، الكلام ده كله. طب الويت يا مستر اروح احطه على الميزان؟ لا طبعا، الويت ده قوه الجاذبيه. فاحسبها ازاي؟ بحسبها بجهاز اسمه سبرينج سكيل. يبقى ذا ميجرنج ديفايس اوف ويت، الجهاز اللي ممكن تستخدمه عشان تحسب الويت اسمه سبرينج سكيل. يبقى اليونت بتاعت الويت اسمها نيوتن، يونت از نيوتن، والديفايس اللي انا هستخدمه اسمه سبرينج سكيل. يبقى سبرينج سكيل از يوزد تو ميجر ايه؟ تو ميجر ويت. وده شكل السبرينج سكيل. بنستخدم السبرينج سكيل ازاي؟ بنستخدم السبرينج سكيل بطريقه ان انا بعلق الحاجه اللي انا عاوز احسبها واشوف هي وقفت لحد كام. انا لو جيت هنا بصيت لي الراجل ده، الراجل ده بيعمل ايه، او التيتشر ده او اللي قدامنا ده بيعمل ايه؟ هو جايب حاجه شبه السبرينج سكيل وبيعلق الحاجه اللي هو محتاجها في، بيعلق الحاجه اللي هو محتاجها في الايه، السوسته دي. السبرينج سكيل ده عامل زي السوسته كده، بيعلقها ويبتدي يشوف هي وقفت لحد كام، ويبقى هو ده قيمه الايه، الويت بتاعه. وكل مره بيحط الايه، بيحط الاوزان اللي هو عاوزها. لو الماس زادت، واخد بالك ان كل ما يزود الماس بيزود الويت، يعني كل ما الحاجه الوزن بتاعها يزيد كل ما تتشد اكتر للارض. ده مفهوم، بص هيحط مكعب او حاجه، فالحاجه دي ليها ويت معين. فالسبرينج سكيل ده هو ده الديفايس اللي احنا بنستخدمه علشان نحسب الايه، نحسب الويت. فهمنا كده يا شباب؟ طيب لو انا عاوز احسب بطريقه ثانيه، في الايه، ال ده شكل برضو بيعبر لي على الايه، على السبرينج سكيل. السبرينج سكيل عباره عن ايه؟ السبرينج سكيل عباره عن حاجه زي الايه، السوسته كده، زي الايه، السبرينج. والسوسته دي بتقعد ان هي تتهز طبعا بحسبه معينه، وبتحط انت الايه، بتحط الحاجه اللي انت عاوز تحسبها، ماشي، بتعلقها وتبتدي ان هي تقول لك والله الحاجه دي وزنها قد كده. على فكره وزن يعني وزن يعني ويت، ماشي، وكتله يعني ماس، عشان بالعربي، يعني بالعربي كتله يعني ماس ووزن يعني ويت. يبقى السبرينج سكيل هو شكله زي الشكل اللي قدامكم ده بالظبط، ده شكل سبرينج سكيل زي ما احنا شفنا من شويه. انا بعلق الحاجة اللي انا عاوز اعلقها هنا، والسوستة بتتشد لحد رقم معين ويقول لي والله الرقم ده هو ده الويت بتاعك. فالجهاز اللي احنا بنستخدمه عشان نحسب الويت اسمه سبرينج سكيل. خلاص؟ طيب تعالى بقى نراجع تاني اللي احنا قلناه في الويت. احنا قلنا الويت، مفهوم الويت وقعدنا شرحناه ان هو it is the force by which body is attracted to the earth، وقلنا ان properties of weight ان هو towards center of the earth، وان هو has no fixed value or is not fixed value.
واتكلمنا على الميجرنج يونت وقلنا ان اليونت اوف ويت هي النيوتن، واتكلمنا على الايه، اتكلمنا على الميجرنج ديفايس اوف ويت، الجهاز اللي ممكن استخدمه عشان احسب الويت وهو السبرينج سكيل. هسيب لكم الاسئله دي كاكسرسايز تحلوها تحت الفيديو وتقولوا لي الحل بتاعها ايه، وهستنى اشوف مين اللي بيحل صح. ولينك الملزمه دي هتلاقوها ان شاء الله تحت الفيديو، هنكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي. ممكن توقف الفيديو وتشوف الاسئله، بس هنكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو اللي جاي factors affecting the weight، ونبتدي نتكلم بالتفصيل عن الويت. الدرس سهل على فكره لحد دلوقتي، احنا ماشيين الدرس كله سهل. بتمنى تتابعوا ان شاء الله وتستنوا الفيديو اللي جاي. هنبتدي نتكلم على حاجه اسمها factors affecting of an object او factors affecting the weight of an object. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.